رح نبدأ معناتها اليوم بالطفل الأول عند الأهل يلي بيكون فرحة كبيرة للأهل والكل ناطرين الولد الأول، ولكن الولد الأول ما بالشيء السهل، مسؤوليته حتكون كثير كبيرة ويمكن الأهل بحضروا وبيعملوا غير التيارة وغير التخت وغير أغراضه، أكيد في مسؤولية، يمكن ببلشوا يفكروا بمستقبل هالطفل قبل ما يدخل المدرسة. هي التفاصيل أكيد رح نروح لنحكي عنها مجموعة أيضا هناك من الأخطاء يلي ممكن أنه تقسم هي الشعرة بطريقة التربية في حال بلشوا بتربية الطفل الأول. خلونا نتابع هالتقرير ونرجع لنحكي مع ضيفتنا تفاصيل مهمة كتير. الطفل الأول ضيف جديد يدخل حياة الأسرة ويغير فيها الكثير من العادات وحتى أسلوب الحياة، لكن قد يكون أيضا حقل تجارب للوالدين للوصول إلى الأسلوب التربوي الأفضل في التعامل معه وإخوته من بعده. وهنا قد يقع الأهل في فخ بعض الأخطاء وأهمها الحب المشروط. كأن تردد الأم: أكمل طعامك حتى تحبك الماما. إذن ماذا سيحدث إذا أخطأ؟ هل سيفقد الحب؟ هذه هي الرسالة التي قد توجهها لطفلك في سنواته الأولى، في حين أنه يحتاج إلى الحب والتقبل وهو من أولوياته الأولى. السخرية: في أغلب الأحيان أفعال الأطفال قد تكون مضحكة بالنسبة لنا ككبار، لكن السخرية من طريقة اللفظ أو بعض الحركات العفوية قد تفقده الثقة بنفسه. المساعدة المفرطة: تربية الطفل في مجتمعنا تقوم على الشعور بواجب الحماية من المشكلات والمصاعب، لكن هنا لابد أن تدرك بأن طفلك سيكبر وعليه أن يتعلم كيف يواجه مشكلاته. سلوكيات عفوية لكن ممكن تترك أثر كبير بشخصية الطفل. مثل ما شفنا سالي تقرير عن الأخطاء الشائعة بتربية الطفل الأول، وكنا عم نحكي يمكن التجربة اللي بيعيشوها الأهل مع الطفل الأول هي بتكون مختلفة. صحيح. والأغلب الكل بده يصب هي الخبرة على الطفل الأول، إن كان من جانب أهل الأم أو من جانب أهل الولد، لكن يجب يمكن مراعاة كثير تفاصيل خلال تربية الأطفال، لأنه بالأخير كل شيء بتزرعه بطفلك بتحصده بالمستقبل. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا أخصائية التربية ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك ريم. يمكن كنا عم ندردش هيك شوي تحت الهواء، ولكن هلا ناطرين كل شيء مقبل على ولاده جديده او عنده طفل لا يسمع اليوم شو بدنا نحكي. اخطاء كثيره الكل خلينا نقول بمر فيها، لانه بيكون اول ولد فبدهم يبلشوا يجربوا كيف بدهم يخلوا الولد قريب من الام والاب. في منه لا نسيق. من اول ما بيجي الولد بيشبهني لا بيشبهك، ببلشوا بيتناقر على هذا الموضوع. تماما. خلينا نحكي بالبدايه شو اكثر خطا شائع يعني معروف باول ولد بتربيه اول ولد؟ دلال الزايد. تمام. دلال العيله. طبعا بتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال يا رب. واهلا وسهلا بكل الاطفال من الطفل الاول. الاخطاء الشائعه اذا بدنا نحكي شوي او حتى ما ننشحف بحال الامهات ونقول اخطاء شوي نكركبهم، لا خلينا نقول بعض الممارسات التربويه تكون مش صحيحه تماما، ما انا صحيحه بتادي، لانه احنا هذا البيبي ما راح يضل بيبي وراح يكبر، يعني راح يصير 3 و4 و5 اللي زرعته في انا كونه طفل اول بالخمس سنين انا ما راح اتحمله منه، فحيكون في من اتجاهي في عنف، ممكن يكون طبعا العنف ممكن يكون لفظي ممكن يكون جسدي، اللي هو لانه انا ما عاد اقدر اتقبل. هي بنشوفها كثير عندنا بالاطفال اللي بيراجعونا اهاليهم، ما عاد اتقبل السلوكيات اللي عم يعملها وانا معلمه اياها بالطفوله المبكره انه هلا هو يعملها قدامي. الطفل الاول غالبا الامهات طبعا هذا الشيء طبيعي، نحن ما عندنا خبره ما عندنا، فكله بيربي بالطفل الاول بيكون كثير لصيق بالام، فهو ممنوع يغادر غرفة الأهل، لازم يضل نايم بالغرفة يمكن ليصير عمره 4-5 سنين، هذا كثير خطأ شائع، يعني احنا المفروض
يعني 6 أشهر 4 أشهر، في ناس مختلفة بالفصل، الحد الأقصى هو سنة لفصل الطفل خارج الغرفة. في أهالي مثلاً لا، نحن السرير تبعه بنفس الغرفة بس هو هذا من الأخطاء الشائعة كتير، وهي كتيرة. مفروض الكتلة، كتلة الطفل تنفصل عن كتلة الأهل حتى بالمساحات. أنا لحال وأهلي لحال، فمفروض نحن طبعاً هي أول شيء نفصل الطفل من نومه عن أهله، يكون له أي مكان. نحن يعني ما نقول للأهل لا غرفة، لا أي مكان مناسب أنا بأهله لطفلي ممكن أنه هو يكون الركن تبعه أو يقدر يقضي فيه النوم تبعه، مساحة خاصة فيه يعني. تماماً تماماً، لأنه نحن عنا الطفل من عمر السنة بلش يخزن صور بصرية، هذا الشيء غير صحي لهذا الوجود ومنه. والشيء الثاني أنه نحن يكون الطفل كيانه كطفل كمساحة كفراغ هو بعيد عن الأهل، منفصل عنه. الشيء الثاني شائع كثير عنا، الطفل الأول بيكون كثير طفل اعتمادي، هو ما مطلوب منه يعمل أي شيء ولا مهمته أنه يكون يؤدي أي دور. نحن منخلصه من رعاية الذات، يعني احنا بنحرمه من رعاية الذات بالطفولة هي تبعيته. رعاية الذات كتير مهمة، تحمل مسؤولية طفل ناجح بكرة أنا بالمدرسة أو حتى بالعمل بده يلحق فيه. صحيح أنا عم بحكي هلا عن بيبي، بس هذا الشيء رح شوفه قدام، ما رح يكون عنده الجلد أو الإغلاق مهمات نحن بنسميه. دائما في معين، دائما مين بكفي عنه المهمة تبعيته، فنحن بنبعده. لا انا طفلي الاول بدي اعلمه يعتمد على حاله، بدي نميه طفل طبيعي تماما، مو اقول لا ممكن ما اجيب غيره، ممكن بس يكون هذا. حتى لو احنا عندنا بس هذا الطفل الوحيد بدي ابعده عن الانانيه. يعني انا اول شيء رعايه ذاتها كثير مهمه. نحن دائما بنقول للامهات انه نحن في عندنا دراسات، في عندنا هلا العلم متاح للكل، بكبسه زر فيني اجيب انا اي دراسه او اي علم وادرس منه. مفروض كثير علم طفلي كيف هو يكون منفصل عني. كل عمر له مجالات محدده مفصول، يعني نحن ما بنقبل كثير طفل عمره سنتين يجي محمول مثلا على الروضه تبعيته او بالشارع او او او، انه بيروح محمول. الرضاعه بعمر السنتين كمان هي ما انا كثير ما انا شيء محبزه. في عندنا شيء اسمه منعكس مص، منعكس المص لازم يكون في له اطفاء، اطفاء بعمر مبكر، يعني سنتين والرضاعه وماشي وعم يفتي انه بس بيشرب حليب قبل ما ينام بالرضاعة، لا بيشربها بالكاسه او بالكاسه اللي لها المصه. بالفعل نور يعني عم نشوف كثير اولاد يمكن عم يمشوا مثل ما ذكرت ريم، يعني الببرونه بايدهم واحيانا امهم بتبعتها معهم على الروضه، يعني بس تمام عم يشربوا حليب، يعني بيكونوا متسقين فيها بشكل كثير كبير. صح تمام، هذا شيء ما انه صحي، بيخلي الولد عنده قلق زياده طبعا لانه منعكس رضيع، هو منعكس رضيع، فهو معناتها لصيق بالام اكثر. تجينا شغله ثانيه، هو بينام كمان جنب ماما، فنحن زدنا نقطه ثانيه، هو دائما لصيق لسه ما انفصل نفسيا، ما انفصل كانه هو جنين عن ماما. فلا نحن هي المفروض نعالج. في عندنا شيء كمان اللي هو التتين اللهاي، اللهاي كمان هي نحن اطفالنا، غير طبعا مشاكل الفك اللي بتصير عند الاطفال، كمان نحن مثبتين المنعكس، فنحن ما خلصنا منه لهذا الشيء، ونحن محافظين على طفل بعمر الاشهر هو عمره سنتين او سنتين ونص. فمن يعني بعمر السنتين الطفل بيقدر يغسل اسنانه، حتى لو هي حركات عشوائيه، يعني ممكن ما احط له معجون اسنان، ممكن يكون الفرشاه ما زال بيخاف على انه يبلع شيء، فرشاه الاسنان بايده، طريقه يغسل ايديه، ياكل لحاله بالمعلقه. كمان الطفل بيقدر بعد محاولات وتدريب بيقدر، هي شغله ما أنا معقده بسيطه. كثير امور انا فيني طفلي يساعدني فيها بالبيت ويكون معتمد على حاله، فيني علمه اياها، ما في داعي انا بضل محافظه على صفه البيبي بطفلي هو عمره لسه 3 سنين، او لحتى افكر جيب الولد الثاني او الطفل الثاني. هي بعض الامور الشائعه. بلاقي عند الطفل نقص، شيء اسمه نقص دافع او نقص دافعيه، اللي انا ما في داعي اعمل شيء لانه قبل ما اطلب انا بيجيني، بيجيني كل شيء تماما، قبل ما احكي بيجيني. الجوع، العطش، اللعب، النوم، هذا كلياته انا في لي برنامج ماما بتعرفه، هي مشيتني على البرنامج تبعها، انا ما في داعي اعمل اي شيء. اللي بنلاقيه لاحقا بعمر مثلا انا بدي ادخل طفلي لازم يلحق بروضه، فبيكون كثير عندنا صعب بالفصل، يعني اذا ما في حكمه من المكان اللي بيكون فيه الطفل ومن الاهل بطريقه فصل الطفل عن اهله، عن التفصل النفسي طبعا. عندنا مشاكل بالكبر، هي مشاكل قلق، انفصال،
هي بتضل ملازمه، حتى اذا ما تعالج بتضل ملازمه لسن الرشد. طبعا بنشوفها بتفاصيل ثانيه بهذا العمر. فانا بدي يكون في كثير حكمه بطريقه الفصل بالمكان اللي ابني بده يروح عليه وبيني. احيانا ممكن يكون شوي قاسي، كيف يعني قاسي؟ له طبعا طرق معدده. صحيح. هي في اهالي بيرفضوا هذا الشيء، فبيروح الطفل مع اهله وبتكبر المشكله اكثر. نحن واجبنا نوعي حتى الطفل، عذاب للطفل هذا بالنهايه. صحيح. عذاب، يعني انا اللي بحمله معي بطفوله بدي ضل عالج فيه بالرشد كل عمري. هذا شيء مرفوض. صحيح. طيب خلينا نحكي يمكن على الاسس الصحيحه. هلا المشكله مع التربيه الحديثه تمام. ويمكن غزو التكنولوجيا وقعد الاهل ساعات طويله بالعمل، عم تختلف طرق التربيه وعم نشوف هلا ظاهره كثير كبيره انعكاس العنف يعني نفسي وجسدي ولفظي على الاطفال. حتى احيانا بتشوفي فيديوهات في عالم بتنشرها عم تتباهى انه هي عم تأدب طفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي عن الاسس الصحيحه لتربيه الـ الولد الاول، لانه مثل ما قلنا يمكن الولد الاول بيكون هو المدلل الزياده، مو بس المشكله الاب والام، لانه طبعاً احيانا في عوامل اخرى، التيتة والجده والعيله الخال او العم كله بيحاول كمان نفس الشيء يعطيك شويه خبره، بيقول لك انه انا مربى خمسه او انا مربى سبعه. تمام. صح. حتى احيانا الام ما بدنا نحملها كثير مسؤوليه، بتكون حاطه اسس وعم تعلم ابنها التربيه، احيانا حدا عامل من العيله بيدخل بينزع لها كل هي التفاصيل. تماما مزبوط، هذا كثير كثير شائع. دور العائله بتربيه الطفل، يعني تيتا وجده. كثير كثير احيانا صح الام ما بتقدر تربي مثل ما لازم يكون، بيكون في تدخل ودائما في حرج من الكبير بالسن، ونحن نقول انه لا نحن ما بنفضل نعمل هيك، او نحن حابين ابننا يربى بهي الطريقه. صحيح. فدائما سلطه الام مغيبه، لانه في سلطه اكبر منها هي سلطه تيتا او سلطه جده، فهي كلمتها مكسوره. فوقت بتروح لتربي ابنها ببيتها فهي ما لها سلطه عليه، فهو ما هو بيعاملها اخوات، والام هي التيتا. هذا كثير كمان شيء شائع نحن بنشوفه، انه انت وانا بناخذ الامر من تيتا، فهو طبعا بالنسبه له هي اخت، ما انا شخص عم بيربي. الشيء الثاني الشائع كمان انه عيدي السؤال اللي قالت له نور، يمكن تمام شان تربية الحديثة. صحيح. صحيحة مع الام، يعني اي حد هلا عنده ولد جديد صحيحة بعض الاسس اللي فينا مثلا نبلش معه للولد لفعلا يكون عنده شخصية منفصلة، يحقق ذاته بطريقة مثلا مثل ما قلنا ما يكون اتكالي، ما يكون مدلل اعتمادي. صحيح. هلا اذا نحكي عن التربية الحديثة، التربية الحديثة شوي مفهوم كثير واسع. صحيح. يعني شو يعني تربية حديثة؟ انه انا الابن ما صار في عندنا شقين، انه ابن انا ما اقول انه هذا صح وهذا خطأ، ودائما في لغة حوار. غالبا معظم الاسر بتفكر انه لغة التربية الحديثة هي لغة حوار، نحن في عندنا حوار، بس بنفس الوقت نحن في عندنا قواعد، القواعد هي ما لازم نتجاوزها. بنلاقي الطفل بالاربع او خمس سنين صار عنده الحوار جدلي، لانه هو متعود بالعمر الصغير دائما يتحاور يتحاور يتحاور. نعم. طب في شيء انا ممنوع عندي بالاسره انه يصير. هذا الشيء ممنوع، يعني صحيح. ممنوع، ما في داعي ضل حاور عليه ويصير حوار جدلي مع طفلي لحتى فاهمه فكره. نعم. انه هذا الشيء مرفوض او ممنوع. نعم. مثل التاب مثلا. مثل التلفزيون، مثل اكل الحلويات، انه انا هذا الشيء رولز ممنوعه عندي بالبيت، ما في داعي. لا، ومضره بالاسنان. الحديث والحوار الزايد لبعدين حيصير شيء جدلي ومرهق للاهل، احيانا بيصير اضطروا يلبوه حتى 100% يروحوا من المجابهه مع هذا. يعني نحن الموضوع هو لازم ياخذ وقت اكثر، ولكن يمكن قبل ما نختم معك بدنا نصيحه لكل اللي حدا كل حدا او كل ام وحتى اب عم يتابعنا. تماما، بدنا ننتبه بس شوي انه نحن الطفل الاول اذا كثير بده ياخذ دلال او كثير بده ياخذ من هي. نعم. الاعتماديه، او بيكون في طفل ثاني بده يجي على الطريق، فنحن الطفل الاول وقعنا بكثير مشاكل. اهم عرض نحن بنشوفه عند الطفل الاول وما بننتبه له هو الاكتئاب. الاكتئاب عند الطفل الاول بمجيء الطفل الثاني بعد ما يكون اخذ جرعه من الدلال كثير كثير كبيره. صحيح. فغالبا عم بصير عند هدول الاطفال. صحيح. قلق واكتئاب. صحيح. زائد. فبتمنى بس من الاهل ينتبهوا حتى بعدين ما نتعذب نحن وياهم بكيف انه نطلع الطفل من المشكله هي اللي وقع فيها. يمكن عالم الطفولة عالم واسع، وتربية الأطفال اليوم مسؤولية كثير كبيرة تقع على عاتق الأم والأب والعيلة كلها. يا رب الله يحمي كل الأولاد. العالم بدي أشكرك ريم سعد أخصائية تربية على وجودك معنا، وحديثنا مكمل أكيد بحلقات قادمة. شكرا كثير. أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك ريم.